الحال نحن هنا لسنا بصدد أن نغوص فلسفيا وتاريخيا في يبدو لي أنه في لحظة من لحظات المجتمعات لا بد لها من إصدار تشريعات لكي يحدث التغيير، لأن نحن نعلم بأنه العقليات والدورة الزمنية ديال العقليات في التغيير عادة ما تكون بطيئة وطويلة الأمد، ثم في الأحيان بعض الأحيان كتكون مقاومة للتغيير، ولا سيما في لحظات ديال الانكفاء ديال المجتمعات ولا في سيادة التيارات المحافظة كتقدر تكون بالفعل العقليات واحد العرقلة واحد الحاجز في التغيير. والمغرب أو الدول التي تكون لها إرادة خاصة في التطور لابد لها أن تختار هذا الطريق الثاني، أي طريق ديال إصدار قوانين لكي نساعد المجتمع على التطور وأيضا نساعد العقليات على التغيير. مثلا إلى عهد قريب كنا نتصور يعني أن المغربية كان من السهولة المرأة المغربية المناضلة أن تدخل السجن، ومن الصعوبة ومن الاستحالة أن تدخل البرلمان، يعني بحيث أنه كان واحد البون شاسع، وأيضا كانت هناك عقلية ذكورية في تدبير القوانين الانتخابية، وبالتالي مثلا وحدة بحال لطيفة جبابدي دخلت السجن بسهولة ويعني أدت الضريبة، لكن انتظرت طويلا إلى حين يعني تغيرت نوعا ما القوانين فتغيرت العقلية السياسية داخل الأحزاب التقدمية والديمقراطية فبالأحرى داخل المجتمعات. وأيضا هناك واحد مجموعة من القوانين والتشريعات التي كانت وراء التغير الحاصل ما يحدث في قضية المدونة، يعني كانت المجتمع إلى حد ما بسهولة يتعاشر مع قضية ديال القاصرات، وبالتالي لما جاء تغيير القوانين يعني كانت بعض المحافظة وبعض المقاومة، لكن في الغالب الأعم أنها ساعدت على التغيير. وبالتالي أعتقد أنه المجتمعات لابد لها من أن تصدر قوانين خصوصا ذات العلاقة إما بالجندرة أو ذات العلاقة بالفئات الهشة بحال الأطفال وتزويج القاصرات واغتصاب، وأيضا فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد اللغوي والثقافي، مسألة ديال التسامح التعايش الديني إلى آخره، هذه الأشياء لابد لها من قوانين تؤثر السلوك. وختاما نحن نقول بأن الأديان تخاطب الأرواح كما أن الحضارات تخاطب الثقافات، ولكن القوانين تخاطب السلوكات وهي الأساس التي تدبر يعني السلوكات ديال الناس تجاه الآخرين. نعتبر هذا النشاط الافتتاحي هو نشاط اللي تيجعل جميع الفروع ديالنا تشتغل على حساب التيمات والاهتمامات ديالها. حنا تنديروا هذه الانشطه هذه بمناسبه اليوم العالمي للتسامح، غنحاولوا من خلال جميع الانشطه اللي غيقوموا بها الفروع ديالنا اننا نخرجوا بانتاج وهو كتيب او خريطه الطريق من اجل جعل المناظره الوطنيه دي حول التسامح اللي غتكون في 16 ماي بمناسبه الذكرى الاليمه. وهاد كل هاد الشروط هذه غنحاولوا اننا نجعلوا كل منظمات المجتمع المدني والمهتمين انهم يعرفوا كل المقاييس ديال التسامح والتعايش، وخاصه في مجال القوانين وخاصه الدساتير.